نقيم اليوم أمسية موسيقية لطلاب وخريجين معهد صباح فخري. هذه الأمسية هي نتاج أعوام طويلة من عمل طلابنا سواء المتخرجين أو الموجودين. في هذه الأمسية نقدمها للأطفال الأيتام بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية ودار الفتاة اليتيمة. عم نقدم حفل لخريجي طلاب معهد صباح فخري اللي بالمية 90 منهم تعلموا أثناء فترة الحرب على حلب وحصار حلب. هاي نتاج عمل بيعطي الأمل، بيعطي إحساس بإني حلب ولادي، حلب ما بتموت. حتى في عز الحرب كان في ناس عم تتعلم موسيقى، عم تتعلم، عم تنشر ثقافة، عم تنشر حياة. حبينا نجي نشارك بهالمناسبة هاي ونعرف الأطفال أو الأولاد بالأحرى على أهمية الموسيقى، ونحن بنشارك عندهم هنية فعاليات كتير في البيت، من حيث أنه نحن بندعم الطلاب اللي بتحب الرسم، اللي بتحب الثقافة في مكتبي عنا بالدار للي بيحب يقرأ ويتنور. حفل اليوم في عنا مجموعة من السماعيات، قوالب موسيقية يعني، مجموعة من السماعيات ومجموعة من اللونجايات، بعض الأغاني في للأستاذ محمد عبد الوهاب، في للست فيروز، وطبعا الختام بده يكون أغنية مهدية لجميع الأمهات بسوريا وبالوطن العربي وبالعالم كله.